في تصريح حزين جدا من الفنانة حورية فرغلي، وقالت ان هي مبقاش عندها عظم في صدرها علشان تحطه في مناخيرها. طبعا اغلبنا عارف ان الفنانة حورية فرغلي كان عندها مشكلة او كسر كبير في مناخيرها، والكسر ده تسبب في تشويه حرفيا شكلها ومناخيرها. طبعا اضطرت تدخل في جراحة علشان تظبط المناخير دي، ومش جراحة واحدة، ده اكتر من 5 او 6 عمليات. لكن للأسف طلعت وقالت في تصريح صحفي إن فاضل ليها عملية أخيرة ومبقاش عندها عظم في صدرها عشان تستخدمه لعلاج مناخيرها، لكن بتقول إن شاء الله هتتحل وإن شاء الله آخر عملية وكل حاجة هتكون زي الفل. وبتقول كمان إن هي راضية جدا بشكلها، واللي مش عاجبه يغير المحطة، لأن في ناس الفترة الأخيرة اتريقت على شكل الفنانة حورية فرغلي. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد.